بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى نربط درس اليوم بالدرس السابق، أحب أراجع معكم ما أخذناه في الدرس السابق. ذكرنا لكم أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب، والفرض هو نصيب مقدر، وأما التعصيب هو نصيب غير مقدر. والفروض التي ذكر في كتاب الله تعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هناك فرض اجتهد فيه الصحابة هو ثلث الباقي. التعصيب ذكرنا ثلاث أنواع: عصى بالنفس، وعصى بالغير، وعصى مع الغير. فالعصى بالنفس يشمل الورثة التالي أسماءهم: الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق. هؤلاء هم الورثة الذين يرثون بالتعصيب. وهناك ورثة يرثون بالتعصيب بالغير. ونقصد بالعصب بالغير اجتماع ذكر وأنثى من طبقة واحدة، وهم مخصوصون بأربعة أصناف تقريبا: الابن مع البنت، وبنت الابن مع ابن الابن، وإن نزل يعني لو كان هناك عندنا ابن 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 مع بنت ابن ابن. كذلك الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. النوع الثالث من العصبة ذكرنا لكم في الدرس السابق عصبة مع الغير، وهي اجتماع البنات مع الأخوات. وهذه عندنا البنت مع الأخت الشقيقة، أو البنت مع الأخت لأب، وكذلك بنت الابن مع الأخت الشقيقة، أو بنت الابن مع الأخت لأب. مهما كان لو نزلت بنت الابن هذا بنت ابن ابن الحكم واحد. لكن احنا نقتصر على ما هو متصور وواقع. ثم ذكرنا لكم أن هناك جملة من الورثة يرثون بالفرض والتعصيب، وهم الأب يرث بالفرض والتعصيب، والجد كذلك، والزوج إذا كان ابن عم لزوجته، وكذلك الأخ لأم إذا كان ابن عم، والمعتق إذا يعني تزوج المعتقة فإنه يعني يكون حينئذ زوجها من جهة ومعتقها من جهة أخرى. بدأنا معكم في أصحاب الفروض، وذكرنا لكم القسم الأول أو النوع الأول من الورثة: الزوج. الزوج له حالتان: أما أن يكون الميت فرع وارث، وقلنا الفرع الوارث هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، وإن نزل ابن 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 أو بنت ابن ابن. وإذا وجد للميتة فرع وارث فالزوج يأخذ الربع، وإن لم يكن لها فرع وارث فالزوج يأخذ إيش؟ النصف. وضربنا مثال عليه، لو قلنا زوج هالك عن زوج وأب فإن الأب يأخذ لنا النصف لعدم وجود الفرع الوارث. فالمسألة لا نجد فيها لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. والمسألة الصورة الثانية قلنا زوج مع ابن فإن الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث وهو الابن. كذلك الزوج مع ابن الابن يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. الزوج مع ابن 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 نعم فرع وارث يأخذ الربع. الزوج مع البنت يأخذ الربع. الزوج مع بنت الابن يأخذ الربع. الزوج مع بنت ابن ابن يأخذ الزوج الربع. وانتهينا من الزوج، وسنشرح معكم اليوم في الزوجة. والزوجة تشبه الزوج إلا أن المقدار اختلف. فإذا كان للزوج فرع وارث يكون للزوجة الثمن، وإن لم يكن للزوج فرع وارث سواء منها أو من غيرها يكون لها الربع. مثال ذلك: لو واحد هلك عن زوجة وأخ شقيق، هل في المسألة فرع وارث؟ الجواب لا، ليس فيها ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ولا ان نزلوا ابن 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 او بنت ابن ابن. فهنا تأخذ الزوجة الربع نصيبها وافيا. وإذا كان والأخ هنا يأخذ الباقي لأنه عصب بالنفس. وإذا كان مع الزوجة فرع وارث مثالها زوجة مع ابن ابن فالزوجة لا تأخذ الثمن،
لوجود الفعل الوارث وأب الابن. لو كانت زوجة مع ابن، الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفعل الوارث. زوجة مع بنت، الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. سواء كان زوجة واحدة أو أكثر من زوجة. يعني مثلا لو كان عند الإنسان 3 زوجات، 3 زوجات، عنده أيضا أب. هنا الزوجات سيرثنا حينئذ الربع. اشتركنا في الربع، ولذلك سميت الزوجة الثانية ضرة، لأنها تزاحم الزوجة في حياة الزوج بالقسم، وتزاحمها بعد موته في الإرث. فهؤلاء الزوجات الثلاث يشتركن في الربع، والأب له الباقي. ما يجي واحد يقول والله كل واحدة لها ربع، لا، هنا تنفذ التركة وليس صحيح. أما الزوجة فلا ربع، واحدة إن كانت أو أكثر من واحدة، سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. إن كانت واحدة لها الربع في هذه الصورة كاملا، وإن كانت أكثر من واحدة لهن يشترك لهم الربع. وإذا كان عندنا واحد عنده 3 أو خلينا نحط 4 زوجات وابن، سيكون حينئذ للزوجات الثمن، سيكون الزوجات الثمن. لماذا صار الثمن؟ لأن هنا وجد الفرع الوارث، وإحنا قلنا إذا كانت واحدة تستقل بالفرض، وإذا كانت أكثر من واحدة يشتركن في الفرض، سواء كان ربع أو ثمن. هنا نقطة مهمة جدا. الزوجات أو الزوجة ليس لها غير الربع أو الثمن. وبالنسبة للثمن لا يوجد وارث يرث الثمن غير الزوجة. ما في أحد الورثة يرث الثمن غير الزوجة. لا يوجد لا للأم ولا الأخت ولا الأخ ولا الأخ لأم ولا الجدة ولا الجد، ولا أحد من ورثة الثمن إلا الزوجة فقط. الزوجة فرع وارد، وإذا لم يوجد لها فرع وارد فلها الربع، سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. أودي أسأل وأني أشوف الأخوان يجاوبوا معي، مع الأخوات. الأستاذ سالم، حياك الله أستاذ سالم، صوت واضح يا أستاذ سالم. الصوت واضح يا أخي كريم. نعم. لو سألت يا أستاذ، كم ترث الزوجة؟ هل فيها فرع وارث؟ زوجة مع أم ثالث. كم ثالث الزوجة؟ عندنا فرع وارث أو لا يوجد فرع وارث؟ هل عندنا ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن؟ أحسنت، 3 الربع، ممتاز جدا، بارك الله فيك، لعدم وجود الفرع الوارث. عندنا زوجة وبنت ابن، كم ثلث الزوجة؟ أحسنت، الثمن الوارث اللي هو اللي موجود عندنا بنت الابن. أحسن الله عليك. إذا الآن نأخذ أمثلة على إرث الزوجين، زوج وبنت ابن
سيكون للزوج حينئذ ايش؟ الربع لوجود الفرع الوارث. التعليل نقول لوجود الفرع الوارث. الزوج مع ابن ابن نقول للزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. وابن الابن له الباقي لانه من العصب بالنفس، لانه من العصب بالنفس. ناخذ هذه المسألة ايضا. زوج وعم، العم الزوج هنا كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد عندنا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. زوج مع ابن اخ شقيق، ايضا الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد فيها ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. والاخ له ابن اخ شقيق له الباقي، والعم له الباقي لانه عصب بالنفس. زوج مع بنت، الزوج هنا له الربع لوجود البنت، والبنت من فرع ايش؟ الوارث. زوج مع ابن بنت، انتبهوا هذا ابن البنت ليس من الورثة، ليس من الورثة، لأن عندنا الورثة يا ابن ابن أو بنت ابن، أما ابن بنت هذا ليس من الورثة، فهذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. إذا في هذه الحالة هذا ليس بوارث لا يؤثر. الزوج مع بنت ابن بنت 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 أيضا لا ترث، لأن ليست ابن ابن ولا بنت ابن، هذا الذي يؤثرون، أما هذولك ليس وارثين. زوج مع أخ لأم، الزوج له النصف. زوجة مع بنت، الزوجة لها الثمن، انتبهوا لحق الزوج والزوجة، الزوج ربع ونصف، الزوجة ربع وثمن. زوج عام لأب، هل يوجد عندنا فرع وارث؟ لا يوجد، فتأخذ الزوجة الربع كاملا لأنها لا يوجد فيها فرع وارث، والعم باقي لأنه من عصبة. زوجتان وثمن، هل لكل لو مع بنت الابن، بنت الابن هنا فرع وارث، فتكون الزوجتان لهن الثمن، هل لكل واحد منهن ثمن ولا يشتركون في الثمن؟ يشتركنا في الثمن. ثلاث زوجات واخ شقيق، لا يوجد فرع وارث لهن الربع. كل واحد له ربع ولا يشتركن في الربع؟ يشتركن في الربع. اربع زوجات وبنت بنت، هذه ليست من الورثة كما ذكرنا قبل قليل. فيكون للزوجات الربع، لكل واحد منهن الربع ولا يشتركن في الربع؟ يشتركن في الربع وليس لهم غير الربع. زوجتان مع أخ لأب، الزوجتان لهن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لأن الأخ لأب ليس من الفرع الوارث، فيشتركن في الربع والأخ له الباقي لأنه عصب بالنفس. وبذلك نكون قد انتهينا من الزوج والزوجة. ماتت امرأة عن زوج وجد، زوج وجد، كم يرث الزوج؟ النصف، أحسنت، لعدم وجود الفرع الوارث. زوج وابن ابن، الربع، أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل معكم الآن إلى الورث الثالث وهو الأب. الورث الثالث هو الأب. أول شيء الأب لا يسقطه أي وارث، ما في أحد يسقط الأب، هذا رقم ثلاثة. مر علينا الزوج لا يسقطه أحد، والزوجة لا تسقطها، لا يسقطها أحد، ورقم ثلاثة الأب لا يسقطه أحد. والأب نقصد به بأب الميت، أب الميت. الأب له أربعة حالات، يرث بالفرض فقط، ويرث بالتعصيب فقط، ويرث بالفرض والتعصيب تارة أخرى. في الحالة الأولى يرث السدس فقط إذا كان معهم فرع وارث ذكر.
الفرع الواحد قبل قليل قلنا احنا هم الابن والبنت، الابن البنت وابن الابن وبنت الابن، هؤلاء فرع وارث. لكن لما نقول الفرع الوارث الذكر فإنه نخص منهم، من هؤلاء نخص منهم بس فقط الابن لأنه ذكر، أما البنت أنثى، وابن الابن لأنه ذكر والبنت أنثى، هؤلاء هم الفرع الوارث الذكر. وبناء على ذلك إذا وجدت في المسألة ابن أو ابن ابن فالجد يأخذ إيش؟ الأب يأخذ إيش؟ السدس فقط، السدس فقط. نأخذ مثال أب وابن ابن، كم يرث حينئذ الأب؟ يرث السدس، وابن الابن باقي لأنه عاصب. إذا الحالة الأولى ذكرنا لكم أنه يرث السدس فقط إذا وجد معه فرع وارث. يرث أنثى، إذا سيكون معنى من هنا في الحالة الثانية؟ ستكون حينئذ البنت وبنت الابن، هذا في الحالة الثانية سيكون حينئذ هذا هو الفرع ايش؟ الوارث الأنثى، فرع الوارث أنثى. فمثلا عندنا أب وبنت، نقول الأب له السدس زائد الباقي إذا وجد باقي، والبنت ستأتي بعد ذلك وبعد يعني سيأتي. ما ودي نشغلكم البنت الآن لأن يعني الآن بعد ناخذها. شو تلاحظوا أن الأب أخذ السدس والباقي إذا وجد باقي، الأب هنا أخذ السدس مع الباقي إن وجد الباقي. كذلك مثال آخر نقول أب مع بنت ابن، الأب سيأخذ السدس مع الباقي إن وجد. عندنا زوجة وبنت وأب، الزوجة مر علينا إذا وجد عندنا فرع وارث كم تأخذ الزوجة حينئذ؟ مرت علينا الثمن لوجود الفرع الوارث، أحسنت. والبنت سيأتي نصيبها إن شاء الله، والأب هنا يأخذ السدس زائد إيش؟ الباقي. لماذا أعطينا السدس زائد الباقي؟ لأن المسألة فرع وارث إيش؟ أنثى، فرع وارث إيش؟ أنثى. إنزين لو قلنا الزوج وبنت ابن وأب، ايش نعطي الأب هنا في هذه الحالة؟ نعطي الأب السدس زائد ايش؟ الباقي، لأن موجود عندنا فرع وارث ذكر ولا أنثى؟ فرع وارث أنثى، فيأخذ الأب السدس زائد ايش؟ الباقي. والزوج كم يأخذ؟ الربع لوجود الفرع الوارث، والأب هنا سيأخذ السدس زائد ايش؟ الباقي، زائد ايش؟ الباقي. زين ناخذ الآن الحالة الثالثة، يأخذ جميع التركة إذا لم يوجد وارث غيره، أو يوجد وارث لكنه يسقط بوجود الأب. في هذه الحالة عندنا أب وعندنا عم، العم يسقط لوجود الأب كما سيأتي لنا، فيكون حينئذ المال كله للأب، سيكون المال كله لمن؟ للأب.
والعم يسقط لوجود الأب. يأخذ الأب الباقي إذا وجد فرع وارث، إذا وجد عدم فرع وارث ووجد صاحب فرع. إذا يعني لم يوجد فرع وارث ووجد صاحب فرع يأخذ الأب الباقي. مثال ذلك عندنا الزوج وأب، الزوج يأخذ النصف والأب يأخذ إيش؟ الباقي. عندنا مثلا زوجة وأب، الزوجة لها الباقي. عندنا مثلا أم وأب، الأم له والأب له الباقي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذا الآن ملخص حالات الأب، إما أن يأخذ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث ذكر، أو السدس زائد الباقي إذا وجد فرع وارث أنثى، أو يأخذ كل المال إذا لم يوجد وارث مع غيره. طبعا يكون وارث يعني بعض الورثة يسقطون بالأب، والأب من أقوى الأقارب بعد الابن، وابن الأب يأتي الأب بعد أصحاب الفروض، كما لو كان عندنا زوج مع أب أو زوجة مع أب، يأخذ الزوج نصيبه والأب يأخذ إيش؟ الباقي. بدنا نأخذ أمثلة الأب، أب مع ابن ابن، الابن الابن ناشين صارفة من ضمن الفرع الوارث ذكر والفرع الوارث أنثى. الفرع الوارث ذكر إذا سيكون له السدس فقط، سيكون له السدس فقط وليس له غير السدس. وابن الابن لأنه عاصب بالنفس يأخذ إيش؟ الباقي. أب مع بنت ابن، بنت الابن صنفها من أي فرع وارث ذكر وفرع وارث أنثى؟ فرع وارث أنثى، سيكون حينئذ للأب السدس زائد إيش؟ زائد الباقي، السدس زائد إيش؟ الباقي. أب مع بنت ابن بنت، هذه ليست وارثة لأنها ليست محض الذكور، لابد يكون لنا بنت ابن ابن، وإلا إذا وجد بنت هنا ذكر بين أنثيين لا يرث ولا ترث ايضا. ابن البنت لا يرث ولا بنت الابن البنت لا ترث، فهذه ليست وارثه وجودها كعدمها. اذا سيكون الاب لوحده فيرث المال كله. عندنا جده واب، الجده لها كما سياتينا السدس والباقي للاب، لان الاب هنا وجد معه صاحب فرض فياخذ ايش؟ الباقي. بدنا بس نستحضر الأب، قلنا الأب إذا كان معه فرع وارث ذكر سيأخذ السدس فقط، إذا وجد فرع وارث أنثى سيأخذ السدس مع الباقي، إذا لم يوجد وارث معه أو وجد وارث لا يرث ساقط أو محجوب سيأخذ كل المال، إذا وجد معه صاحب فرض سيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. ننتقل إلى الجد وهو أبو الأب، أبو الأب وإن على محض الذكور، كلهم ذكور ما يكون بينهم إناث. إيش معنى محض الذكور؟ يعني ليس بينهم أنثى. أب 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 وهكذا، هذا كله يسمونه محض الذكور. أما إذا قلنا أب أم أب هنا صار فيه أنثى، صار فيه أنثى فلا يرث حينئذ. هذا يسقط، نعم هذا الجد يسقط بالأب وبكل جد أقرب منه. إيش معنى هذا الكلام؟ لو وجد عندنا أب وعندنا جد اللي هو أب الأب، الجد هنا ساقط، عندنا إحنا رمز السين، السين ما معناه حينئذ؟ ساقط، ساقط يعني وجد من منعه وحجبه من الإرث، والمال كل المال حينئذ للأب. إذا ما الذي أسقط الجد؟ أسقطه الأب، وكل جد قريب يسقط الجد إيش؟ البعيد. كل جد قريب يسقط الجد إيش؟
البعيد، يعني مثلا عندنا أب أب، وعندنا أب أب أب، عندنا كم، أيهما أقرب الآن؟ هذا في الدرجة الثانية وذاك في الدرجة الثالثة. كيف سيكون هذا الإرث؟ كل المال لهذا الجد القريب، وسيسقط حينئذ الجد ايش؟ البعيد. ساقط السين، هذا تمرد ماذا السين؟ معناه ساقط، السين هنا معناها ساقط. زين، هنا ننظر للجد هي الجد مع الأخوة، وإحنا نأخذ برأي أبي حنيفة، وسيكون حينئذ الجد مثل الأب على رأي أبي حنيفة وليس فيه تفصيل. فسيكون حينئذ الأب إذا وجد معه الجد، إذا وجد معه فرع والد ذكر ولم يوجد من يحجبه ويسقطه هو الأب، سيرث حينئذ الجد السدس فقط. وإذا وجد فرع وارث أنثى ولم يوجد من يحجبه من كالأب، سيكون له السدس مع الباقي. وإذا لم يكن معه وارث إلا هو الجد اللي هو أبو الأب، فسيكون حفر، فسيرث الباقي مع أصحاب الفروض. هذه حالات الجد، ويعني ناخذ امثله عليها حتى تتضح. وابن ابن، عندنا فرع وارث ما عندنا فرع وارث؟ عندنا فرع وارث وهو الابن الابن، وبناء على ذلك اذا كان عندنا فرع وارث وهو ابن الابن، سيكون حينئذ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والجد له السدس لوجود الفرع الوارث، والابن الابن سيأخذ الباقي لأنه عاصر بالنفس. ما تأخذ الربع أو الثمن، إذا وجد فرع وارث تأخذ الثمن، وإذا لم يوجد تأخذ إيش؟ الربع. والجد إذا وجد فرع وارث ذكر يأخذ السدس فقط، والابن الابن هنا سيأخذ إيش؟ الباقي. ناخذ مثال اخر، بنت ابن وجد، هل عندنا فيها فرع وارث؟ نعم، الفرع الوارث على بنت الابن، هل هو ذكر ولا انثى؟ انثى. سيكون حين للجد السدس زائد الباقي، سدس زائدا الباقي، فسيكون له امران، السدس. عندنا جد واخ، الاخ لام يسقط بوجود الجد، الاخ اللي هم يسقط وجود الجم الجد، فحينئذ لا يكون له شيء، وسياخذ الجد المال كله، ياخذ المال كله. لو كان عندنا جد وزوج، الزوج هنا عندنا هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد فرع وارث، سياخذ النص. والجد هنا لا يوجد فرع وارث، لا ذكر ولا انثى، فسيرث الباقي بعد اصحاب الفروض. هذه الأمثلة اللي ذكرت لكم قبل قليل، أب أب مع أب أب أب، هنا وجد القريب فيسقط البعيد. عندنا كذلك لو عندنا أب مع جد، مثل هذه المسألة، أب وابن وجد، الأب هنا له السدس لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن، والجد هنا ساقط لوجود الأب، والابن الابن له الباقي لأن احنا قلنا الابن يأخذ الباقي من الأصحاب الفروض. وأما الأب هنا فنصيبه السدس، نصيبه السدس فقط وليس له شيء غير السدس. قلنا ناخذ أمثلة الجد والابن وابن الابن والزوج.
احنا خدنا الزوج والزوجة وخدنا الأب والجد، ما خدنا الابن وابن الابن معذرة. يلا ناخذ زوج وأب، كم للزوج حينئذ؟ له الربع، وللنصف زوج وأب، ما رأيكم؟ النصف سلب، النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأب حينئذ ما الذي سيكون نصيبه؟ الباقي، يأخذ الباقي، نعم، لا الباقي، لأن عندنا زوج و أب، ما عندنا ابن. زوج وأب، الزوج له النصف والأب له الباقي. عندنا مثال آخر، جد وأب وابن، لا موجودة، زوج وجد وأب، حينئذ سيكون الزوج النصف والأب له الباقي، والجد إيش؟ ساقط، الجد له ساقط لأن وجد الأب، إحنا قلنا الجد يسقط بالأب، وكل جد أقرب للميت من الجد الأبعد. عندنا زوجة، جد الزوجة لها الربع والجد له الباقي. واضح يا شيخ سالم؟ لا بد يعني من أخذ التمارين، التمارين تثبت المعلومة، أما يعني الآن تكون واضحة، لكن بعد فترة يعني ممكن تكون فيها شيء من التردد أو في شيء من الخطأ، لا بد من التكثيف في التمارين، كثر من التمارين بحيث انك تضمن انك يعني تستوعب المعلومات. ننتقل الى الوارث الخامس وهي الام. الوارث الخامس وهي الام. الام لا يسقطها احد. الام لا يسقطها احد ابدا. لا يسقطها لا اب ولا ابن ولا بنت ولا غير ذلك. من الخمس اللي مروا علينا الزوج لا يسقط واحد، الزوج لا يسقط احد، الاب لا يسقط واحد. الجد يسقط بالاب. الجد يسقط ايش؟ بالاب، لا يسقطها احد. الام لها ثلاثة انصبة. السدس اذا وجد واحد من امرين، يا وجد فرع وارث او وجد جمع الاخوة. ايش معنى ذلك؟ لو وجد عندنا ابن مع ام وزوج، الزوج سياخذ الربع لوجود الفرع الوارث وهو الابن، صح؟ الام تاخذ السدس. الام تاخذ ايش؟ السدس. والابن بحكم انه عاصب سياخذ ايش؟ الباقي. الابن ما دام انه عاصب سياخذ ايش؟ الباقي. انزين، جمع الأخوة وجود اثنين سواء كان ذكر أو أنثى، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، سواء كان وارث أو محجوب حجب حرمان، كل هذا يؤثر على الأم وتأخذ حينئذ السدس. مثال ذلك، نأخذ مثال أم وزوجة أخوان لأم، إذا كم أخ عندنا هنا؟ اثنين، اثنان، الاثنان يؤثرون على الام فياخذ تاخذ السدس.
فإن كان له أخوة فلأمه السدس. الإخوة جمع مطلق، أي أخوين ذكر أنثى، ذكرين أنثيين، لأم لأب، شقيق وارث، ولا ساقط تأثر الأم وتأخذ إيش؟ السدس. وبناء على ذلك لو كان عندنا وأخ شقيق وأخ لأب أم وأخ شقيق وأخ لأب، هنا الأخ وجود الأخ الشقيق والأخ لأب ستأخذ لهم الثلث ولا الثلث؟ الثلث لوجود جمع الأخوة، شفته؟ وجود جمع الأخوة. هذا الجمع سيرث الأخ الشقيق الباقي لأنه عاصب، وسيسقط الأخ لأب لوجود الأخ الشقيق الذي هو أقوى منه، مع أنه سقط أكثر على الأم. فالأم هنا أخذت السدس. الأم هنا أخذت إيش؟ السدس. نأخذ مثال آخر. عندنا أم وأخ لأم وأخت لأم. حينئذ سيكون للأم هنا كم؟ السدس. لماذا أعطينا الأم السدس؟ لوجود جمع من الأخوة، اثنان فأكثر، أيا كان هذان، أيا كان هذا عن اثنين. ناخذ مثلا أم وأخت شقيقة وأخت أب، الأم لنا لها السدس لوجود إيش؟ جمع من الإخوة سواء كان ذكورا أو إناثا. إذا الأم تأخذ السدس إما لوجود الفرع الوارث أو لوجود جمع الإخوة. تأخذ الأم السدس، تأخذ الأم السدس. الفرد الثاني للأم الثلث. إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع الأخوة وليست عمرية كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في العمرية، فسيكون للأم الثلث. مثال ذلك أم وأخ شقيق، هل يوجد فرع وارث؟ لا، تحقق الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. إنزين، هل يوجد جمع الأخوة؟ لا، يوجد أخ واحد فقط. إذا هذا الأخ الواحد يحصل به الجمع ولا لا يحصل به الجمع؟ لا يحصل به جمع من الأخوة. إذا حينئذ انعدم الشرط الاول، انعدم وجود الاخوه جمع الاخوه، وانعدم وجود الفرع الوارث، فحينئذ تكون الام لها الثلث، تكون لها الثلث. والاخ الشقيق هنا له الباقي لانه يعني عاصب بالنفس، لانه عاصب بالنفس. ناخذ مثال اخر. هالك عن أم وأب، الأم هنا لها الثلث والأب له الباقي لأن الأم هنا لا يوجد فيها فرع وارث ولا يوجد جمع الأخوة، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع الأخوة. الفرد الثالث بالنسبة للأم هو ثلث الباقي، ثلث الباقي، وهذه في العمرية، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وإن يكون زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. هنا اجتهد عمر رضي الله عنه فأعطى الأم ثلث الباقي. الفكرة ما فيها، هنا الزوج أخذ النصف، والله تعالى قال فإن لم يكن لهم ولد وورثوا أبواه فلأمه الثلث. هنا قالوا
تأخذ الأم الثلث ليس من التركة وإنما الثلث الباقي بعد الزوج، الثلث الباقي بعد الزوج، فحينئذ يكون للزوج النصف والأم لها الثلث الباقي والأب له الباقي. الزوج له النصف والأم الباقي والزوج والثلث الباقي والأب له الباقي. كذلك العمرية في صورة ثانية وهي زوجة وأم وأب. زوجة وأم وأب، هنا انتبهوا في خطأ صلحوه، هذا صابه ثلث الباقي. هنا الثلث الباقي والأب له الباقي. يعني هنا أنا أضرب بس مثال، هنا لو قلنا أن الأربعة هنا ربعها واحد، كم يبقى من بعد الأربعة؟ ثلاثة. ثلث ثلاثة كم؟ واحد. هيا ثلث الباقي، ثلث ثلاثة واحد، والباقي سيكون للأب اللي هو اثنين من أربعة، اللي هو اثنين، لأن الأصل الأربعة، واحد للزوجة وواحد للأم واثنين للأب. نأخذ تمارين على الأم، أم وأب وأخ لأم. الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع الأخوة، ما في إلا أخ واحد. كان أخ لأم ساقط ولا وارث، لكنه ليس إلا واحد فقط، فلا يؤثر على الأم، فتأخذ الأم الثلث والأب له الباقي لأنه عاصب. الأب إذا لم يكن هناك فرع وارث سيكون له الباقي. عندنا زوجة وأم وابن، هل هذه العمرية؟ لا، زوج وأم وأب، هنا زوجة وأم وأب، لكن هنا زوجة وأم وابن، فالزوجة هنا لوجود الابن لها لها الثمن، لها الثمن. يبدو أن احنا يعني حذفنا إذن هنا المسألة، خلص نستعيدها. احنا قلنا قبل قليل زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث الابن، والباقي للابن لأنه عاصب النفس. زوج وأم وأخ لأب، هنا هل فيها فرع وارث؟ لا. هل فيها جمع الأخوة؟ لا، ما في إلا واحد، جمع واحد، أخ واحد فقط، فيكون الزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأخ ليش؟ لأب. لماذا أخذت أم الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع الأخوة. أم وزوجة وجد، هل يوجد فرع وارث؟ لا. هل يوجد جمع الأخوة؟ لا، إذا تأخذ الأم الثلث. الزوجة لم يوجد فرع وارث تأخذ إيش؟ الربع. والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث سيأخذ إيش؟ الباقي. عندنا هنا تمارين غير محلولة، ودنا نشارك مع بعض في حلها. أم وأب، هذه عمرية، هذه إيش؟ عمرية، انتبهوا لها. الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي. أم وأخت شقيقة وأخ لأم، الأم هنا لها السدس، لماذا لها السدس؟ لوجود جمع الأخوة. ما هو الجمع اللي في الأخوة الآن؟ الأخت الشقيقة والأخ لأم. بنت وابن وزوجة وأم، الزوجة لوجود بنت ابن، معناتها بنت ابن لها
الأولى ست وست أخوات، أم وزوج و14 أخ لأب. الأم لها السدس لوجود الجمع الأخوة، طبعا تكملتها هنا 14 أخ لأب، فوجود الجمع الأخوة سترث الأم السدس، والزوج لعدم وجود الفرع الوارث سيأخذ النصف، والأخوة لأب هؤلاء سيرثون الباقي لأنهم عصبة بالنفس. لعل نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله معكم يوم الثلاثاء والأربعاء القادم. أظن الثلاثاء واضح شيخ سالم، إن شاء الله الأمور واضحة. الله يوفقك، لكن لابد من التمارين، لابد من التمارين.